استاذ كنشوفوك في واحد الحاله هيستيري هنا امام مقاطعه ديال السيد بليوط، شنو المشكل؟ حيدا ولدي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هاد الناس عطاو رخصه الهدم عطاوها ليهم بدون حكم. نشوفوا الورقه ديال الحكم ايه فين هو الحكم؟ عطاوهم رخصه الهدم وتيقولوا في رخصه الهدم بولفار جوفر. بولفار جوفر شكون اللي تعرف بولفار جوفر؟ ريبو ريستورون شينوا اوني دي غوندالي في شارع الزرقطوني في بورغون، باش يقولوا شارع الزرقطوني تيديروا بولفار جوفر باش يدرقوا الجريمه ديالتهم. الخوانة انتو استاذ دابا باش نقربوا الناس من انتيم ولا ريستورون شينوا. احنا مولات احنا الميكانيكي ميكانيكي اللي مجاور ريستورون شينوا ربي الله يرحمه جدي. جاكم قرار ديال الهدم وانتوما ما عرفتوما كاع الوثائق ما علمونا ما والو، جاو هدموا ما علموناش. خال واحد من الوراثه كان يمشي يحل المحل ديالو كيدير الساروت بالقفل، كيجي ما تيبغي السارو ديالو ما تيبغيش يدخل القفل، تيجيب لاميل ويقطع القفوله وحاطين السماصريه قدام الكراج. تيقولوا له اميمون راه المحكمه الناس راه داو المحل ديالهم والمحكمة حكمات عليكم وراه المحل ديالكم مشمع، إلا حليتي غتمشي للحبس. مسكين المرحوم كان يحل بالقفولة بلا مول ويطلع الريدو ديال باه ويدخل ويلقى المحل ديالو هو هذاك، من يكمل تيهبط الريدو يسد ويدير قفولة أخرين يشري قفولة أخرين ويمشي. عاوتاني من يجي الكراج ديال باه يبغي يحل تلقى القفولة مبدلين، عاوتاني تضرب بلا مول ويهز الريدو ويدخل. يعني كيدير اللي بغى كيدير اللي بغى في المحل مع العلم انكم نتوما اللي الاوراق وانتوما اللي وي جاهم من شافوا السيد ما بغاش نتوما من ديال المحل ديالكم والمحكمه حشم معاتو وجا هو دخل صحه ديك الساعه جيبوا له البوليس ياك المحكمه شمعات ديك الساعه ديروا الاجراءات اللازمه. علاش ما درتوش الاجراءات اللازمه؟ هو كيدخل المحل ديال باه شفتوا ما السيد ما بغاش يهدر مشيتو قطعتوا ليه الريدو قطعتوا له في النص باش ما بقاش يطلعوا. المسكين المرحوم مشى في الريدو تقطع في الوسط، لا اله الا الله محمد رسول الله. خلوهم يديروا اللي بغاو، جاو بداو تيهدموا، جينا تنجريو قال لك راه رخصه الهدم ما عندكم حتى حاجه، راه كاينه رخصه الهدم وعندكم واحد الحكم دار في 2006 وتحكم عليكم بالافراغ. درنا المحامين ارا نشوفوا داك الحكم ديال 2006 مي تنقلبوا عليه ما كاينش حتى واحد ما جبدوا لينا انا مشيت للديوان الملكي مشيت للرباط فعلا دخلوا الرجال ودخلوا المفتشين ديال مصلحه الضرائب وعطاوني الحكم قالوا لي هاك ها هو الحكم باش فرغوا لكم سيري جبديه وهذا الحكم ما عنده حتى شي علاقه بكم. هذا الحكم دار في 2006 وكيحاكموا باسم جلاله الملك. واش جلاله الملك قال لكم ديروا الزور؟ واش حنا عندنا المحل في يعني بورغون بحال خداو داك الحكم وبدلوه؟ لا هذاك الحكم حنا عندنا المحل في بورغون هذاك الحكم ديال بورغون والمحل ديال با في بورغون وداك الحكم تيدوي على المعارف هذاك الشيء علاش خداوه. كاين بحال قلتي التحايل دابا المحل في بورغون وهما كيديروا لكم المعارف هما كيديروا المعارف يعني كيغلطوا الناس وكيغلطوا وباش يحاكموا الورثه تيحاكموا با اللي في القبر ديالو اللي هو 10 سنين في القبر ديالو مات في 1996 وهذا الحكم تيديروا في 2006 وتيحاكموا محمد بن عبد المؤمن. محمد بن عبد المؤمن هو في القبر ديالو هو في روضات الرحمه عباد الله. اش نوريكم القبر ديالو عباد الله اش الشارع سمعنا كيبدلوا الشارع سميتو الزرقطوني شارع الزرقطوني معروف ريستورون شينوا كاين في شارع الزرقطوني هاد رخصه ديال الهدم هاد الكفاره بالله دايرين بولفار جوفر. شكون اللي تعرف بولفار جوفر؟ وقت الاستعمار رجعوا للاستعمار باش يدرقوا الجريمه ديالهم عباد الله. هاد بولفار الناس اللي كيديروها كو هاي هاي هاد الرئيس للرئيسه اللي مسيني هاد الرخصه ديال الهدم وتسيني على عمرها ان شاء الله تسيني على عمرها كارثه كفاره بالله. وقبل ما يريبوا بداو تيقصفوا الورثه صفوا واحد لواحد. الاول الميكانيكي اللي كان هنا راه صيفطوه لفاس ميكانيكي اللي كان داير النشاط في هذيك المحل 49 زنقات لالما صيفطوه لفاس قالوا له اجي تخدم في لا ميزون دو غونو ديال المرنيسي. مسكين مشى هو على نيته مشى يخدم لقى الطوموبيل فيها لا دروغ
من شاف لا دروك بغى يرجع للكراج ديال باه، عرفوا غادي يرجع للكراج ديال باه صفوها ليه، عيطوا لينا هادشي في 1991. هادي راه جريمه باديه من 1980، سمعوا معايا 1991 غادي يقتلوا واحد من الوراثه يصفوها ليه، غيضربوه بشاخور في الراس، غيقولوا الناس سكته قلبيه، حنا مشينا كنجريو لفاس بغينا نجيبوا الجثه ديالنا، قالك لا ما تجيبوهاش السيد، راه حنا غندفنوا غنتكلفوا، داروا له جنازه ديال الوزير، جنازه ديال الوزير، شويه قالك حقه حقه لا ما ماتش سكته قلبيه، طاح عليه الكريك، جابوا الجثه دخلوها للدار، مشيت انا دخلت البيت قلت له بغيت نسلم على خالي، حلينا له الكفن، لقيت عنده ضربه هنا في الجبهه، واش اللي طاح عليه الكريك عباد الله غتكون عنده الجبهه الكريك غيطيح عليه وغيضرب له الجبهه. جا واحد السيد قال في الجنازه، قالنا لا لا اش كيجيكم هذا السيد، قالوا الواليده اش كيجيك هذا السيد، قالت لي خويا، قالت لي قال لا 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 نوضو، هذا السيد راه مقتول، راه ماشي سكته قلبيه وماشي الكريك، هذا السيد راه قاتلينو، فعلا قاتلينو، انا الجثه ديالو باقي كنشوفها حد الان باقي قدام عينيا، السيد مضروب في الجبهه هكا ضربه. جا واحد السيد مؤخرا قال لي بنتي راه ضربات شاقور هذيك، الله يقيالهم الله عطاهم مصيبه، خلى لي تما جوج تكرفسوا ولادو، ومن بعد غيبالي باش هو ما يرجعش للكراج ديال باه، باش باه كان راجل كبير باش يفقد الامل ويهبط الريدو. هادشي كله واقع. ولكن جدي الله يرحمه ما قدرش ما بغاش يهبط الريدو، بقى كان مسكين مقاوم، كان تيحب بلادو. الله 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 السيد محمد بن عبد المؤمن، وتيقولوا له هو جزائري، هو مغربي على اصله على بوه وجدو، هو مسيدي بوتشيش، هو معين صفا عباد الله، مسيدي بوتشيش هو من بوتشيش، سيدي بوتشيش عباد الله ماشي جزائري، مغربي اصلي، مغربي مأصل، حرام عليهم. ومات 1960، جا من المحكمه تيقول القاضي هادشي راه ديالي، حيت المحامين تيرقعوه، القاضي تا هو قالوا له هبطوا الكلب لاكاف، جدي كان راجل كبير ما رضاش، هبطوا لاكاف 24 ساعه، من جا دار امي بليجي مشى ليه النص، ومن بعد شهر وتوفى، مشى عند الله 1996. في 2006 كيدخلوا المحكمة، واش عباد الله كنحاكموا ميت؟ وعباد الله واش كنحاكموا ميت؟ وحنا الوراثة راه حنا موراه، راه خدمنا في الكراج، راه خلصنا الضرائب، راه خلصنا الكرا، واخا ما كانش خاصنا نخلصوا الكرا، كانوا ناصبين علينا، وتيقول لك يحاكموا. عندكم كاع الوراق والمستندات. عندنا كل شيء يا أستاذ. بعد ما خرج حقكم هذا القرار ديال الهدم وهذا الشيء ديال كيبدلوا الادريس ديال المحل وهذا الشيء، شنو الطلب ديالكم انتم؟ بغينا العداله استاذ، بغينا العداله، لان السيد مات مشى عند الله، ولكن هو باقي ما مرتاحش، بغى حقه في الدنيا، حقه في الدنيا، حنا راه ما كناش عايقين، انا كنشوف الروح ديالو كتجيني بالليل تيقول يا سليمه نوضي نوضي سليمه، جوج قلبولات غيتفرقعوا، حنا راه ما كنا فاهمين والو، هذا الشيء راه واعر. مشي محكمة السينا في كوماناف يقولوا لي ما تجيش هنا، هاد المحكمة ما تقربيش ليها، حنا ما عندنا حتى شي علاقة بالستور شينوا. نمشي عند البوليس يقولوا لي حنا كنمشيو للمحل ما كاين حتى واحد، راه غير شونتي خاوي. نمشي للمحكمة التجارية ما كاين والو، تنشوف المحاكم قضاة الزور ويخبيو الملف ديالنا، والقاضي تيترجف، أنا ري شنو هادشي؟ أنا ري عباد الله شنو هادشي؟ المحامون ما ندويش عليهم. محامي الاول، محامي الثاني، محامي الثالث ديالك. اذا متابعينا الكرام، معكم المباشره، رجعوا لكم ان شاء الله في تطورات جديده في هذه القضيه. تبارك الله عليكم.